ويحدثني أحد المشايخ، وهذه قصة معاصرة، أن شخصا من الصالحين كان يحافظ على أوراد الصباح والمساء. وهنا قبل أن أريد القصة فقط أنبه على قضية مهمة، وهو أن كثير من الناس يؤخر قراءة الورد إلى ما بعد المغرب، وهذا في الواقع خلاف الأولى، بل الأولى أن يقرأه الإنسان بعد العصر. لماذا؟ لأنك تقرأ الورد فتتحصن قبل دخول وقت الشروق، قبل دخول وقت الليل، وقبل انتشار الهوام إلى آخره، فأنت بمثابة المتحصن الذي دخلت حصنك، لكن لا تنتظر حتى يدخل الليل ويمضي جزء منه ثم تبدأ تدافع، لا، تحصن قبل، على الأقل اقرأ وردك قبل غروب الشمس، وأفضله قبل إيش؟ بعد صلاة العصر، لأن الله عز وجل في كتابه دائما ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل إيش؟ غروبها، ما في شيء اسمه بعد الغروب، فهذا أفضل. أعود إلى القصة، يقول: فحسد هذا الرجل الصالح أحد الحساد والعياذ بالله، سيأتي ذكره في السورة، وأراد أن يكيد له وأن يضره بما يريد أو بما يزعم من عمل، فذهب إلى أحد السحرة وقال له: أنا أريدك أن تسحر فلان، صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف يبيع بعض الناس دينه بعرض من الدنيا. قال: أريد المبلغ الفلاني، 10,000 مدري كم. فقال له: متى؟ قال: أيام. يقول: مضى أسبوع، اتصل هذا المجرم على الساحر وقال له: الرجل يروح يجي ما في تغير ولا شيء. قال: أعطني فرصة بس شوي أنا مشغول، وهو يكذب ليس مشغول. أسبوعين، قال: أن تلعب علي، أنت تكذب، وين أثر السحر؟ فلما مضت أسبوعان أو ثلاثة قال: أقسم بالله العظيم أنني ما استطعت أن أدخل الشارع الذي فيه بيته، ما استطعت أن أدخل الشارع الذي فيه بيت هذا الرجل، فكيف تريدين أن أدخل بيته؟ ما استطعت. فالرجل كان يتحصن بالله العظيم، ومن لجأ إلى الله لا يخيبه الله،